شنو رايك في هذه العمليه تاع يعني التكريم تاع مجموعه من الاساتذه في الثانويه الشريف ادريس؟ انا شخصيا استاذ سابق واداري سابق احيلت على التقاعد. طبيعي هاد الناس هادو الا ما كرمناهمش حنا وكرمنا بعضياتنا ما كاينش اللي غادي يهتم بهم، وكنتمنى ان السلطات المسؤوله تاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه هذه وتبدا تكرم الموظفين ديالها من بعد احالتهم على التقاعد واعتراف السنوات اللي خدوها داخل المؤسسه. اكيد جدا، لان ما كيعرف داكشي اللي المحتوى ديال الخزينه الا اصحابها، وكنتمنى ان الناس تقدر المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها الناس ديال التعليم والتضحيات الجسيمه اللي كيقوموا بها خلال مده عملهم، وكيستحقوا اننا نكرموهم ونكونوا معاهم ونشدوا بيديهم حتى من بعد خروجهم من التقاعد. اللي تستافدوا من واحد العمليه تاع التكريم واعتراف بالمجهود اللي بذلتوه هذه سنوات داخل هذه المؤسسه هذه، يعني شنو الشعور ديالك؟ هو بحال يكون شعور فرحه، هو بيان سور شعور شرف قبل الفرحة، واحد الشرف الأستاذ راه ما عنده حتى شي، ما عندوش شنو، ما جيت نقيمه ما كايناش القيمة ديالو، قيمة كبيرة بزاف بزاف بزاف، وكاين السيك كاع في التعب اللي ضربتيه السنين كلها، 36 عام ديال المجهود راه ماشي سهلة، 38 عام راه من 86 ديكو. الله يجازي كاع الطاقم الاداري والسيد المدير واللي ساهم في هذا التشريف هذا كله، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. حصلت على تقاعد هذا العام، تقاعد نسبي ان شاء الله باذن الله، وسميته شرف كبير كبير كبير، ورد وهو رد بسيط وجميل لسنوات العمل، وتنشكر في هذا الإطار الطاقم التربوي وعلى رأسهم مدير الثانوية، وأتمنى أن أكون قد أديت واحد في هذا العمر، أديت ما علي تجاه طلابي، وأتمنى أن يكون ما بقي في طاعة الله، واسال لكل الطاقم كل خير، وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وفي النهايه شكرا للجميع.